الشبشب المقلوب حرام والاكل لو ما كملتيهوش هيجري وراك يوم القيامه. ايه اشهر الخرافات اللي اتقالت لنا وصدقناها؟ ام رجلي مسلوخه لو ما نمناش هتطلع علينا، وفي بلاش نمشي حافين علشان رجليك هتكبر والعفريت يجي ياكلنا. لا في حاجات كتير جدا، وما تدخلش الحمام والدنيا ضلمه عشان تتلبس. لا انا اللي كنت بصدقها النداهه دي، اللي هو ما نروحش عند ترعه او حاجه زي كده عشان النداهه ما تندهلناش ونروح لها. يعني دي كانت اكتر حاجه بخاف منها، يعني او ابو رجلي مسلوخه حاجات بس وانا صغيره، لكن دلوقتي بقيتش اخاف اكيد. يعني ابو رجلي مسلوخه اشهر حاجه، طول الوقت ناموا عشان ابو رجلي مسلوخه، خلصوا بدري ابو رجلي مسلوخه. والحاجات دي كان بيتقال لنا ما يطلعش بره عشان في معرفش ايه عفريت، في ابو رجلي مسلوخه، يعني كان بيتقال لنا الحاجات دي. كان بيتقال خرافه من خرافات واحنا صغيرين، اللي هو ابو رجل مسلوخه، يعني كانوا بيخوفونا بيه واحنا صغيرين. يعني ابو خليل لو ما نمتش هيجي ياخدني، والمقص لو لعبت بيه وقعدت افتحه واقفله كده هجيب حاجه وحشه لبيتنا. ما تحطيش الشباشب فوق بعض علشان خاطر ما تتخانقوش. كلي العيش بتاعك كله علشان عمرك يطول. بيجي لك الغول لو عملت اي حاجه وحشه. وانا واقف الاكل ينزل على رجلي، وانا اكلت وانا واقف. كان عندنا تحت بير السلم، يعني المكان ده ما كانش امي بتحبش ان انا اروحه، يعني فكانت بتقول لي تحت بير السلم ده ابو الحسين، لو رحت عنده هيطلع لك ابو الحسين. يعني لو دخلت واتكلمت في مكان ضلمه ولا حاجه يطلع لك عفريت بتاع، ما كانوا بيضحكوا علينا بقى. حد يجي نمي قبل بدل ما يجي من الغولات تجي لكم بالليل، جو اللي هياكل حاجة بيض وهو عنده برد الدنيا هتقلب معاه أكتر. لو عملت حاجة رجل السلعة وهتطلع لك مثلا من تحت السرير من تحت الكنبة. أبو رجل مسلوخة وزي أمنا الغولة وحاجات كتير قوي، كان في خرافات كتير قوي، يعني حاجات غريبة كانت بتتقال لنا. أنا كسورية كانوا يقولوا لي إنه في حدا من الحيط هينشق الحيط وينزل يتدلى عليكي لو ما عملتيش حاجة. دلي عندنا حاجة كده مشهورة اسمها اوعك من سبدلة، لانه بيشق الحيط وبيتدلى، يعني بيجي لك. هو اشهر الخرافات اللي كانت بتتقال لي دايما، يعني امي اللي هو ايه، انت لو عملت حاجة غلط انا احبسك في اوضة الفيران. طب يا جماعة فين اوضة الفيران دي؟ يعني انا لحد دلوقتي نفسي اعرف فين اوضة الفيران دي، انا ما اعرفش. فلو حد يعرف فين اوضة الفيران يا جماعة يقول لنا والله. يعني تعرف فين اوضه الفيران؟ عندي عنوانها. طب والنبي تقول له، ابعتها له في مسج. حاضر. يعني طول حياته بيتعاقب باوضه الفيران وما يعرفش هي فين. بس شفت الناس قالت ايه؟ شفت فعلا. ايه حكايه الشباشب؟ ابو خليل، ابو رجل مسلوخه، امنا الغوله، النداهه، ايه حكايه الشباشب؟ الحته هتشق وينزل منها. لا ويقول لك الشباشب فوق بعض مش عارفه تتخانقوا مع بعض. هيتخانقوا.